انطلاقا من قاعدة الزبون دائما على حق، نسعد جدا ينضم إلينا الأستاذ نزار أحمد مختار، الأستاذ الجامعي في هذه المساحة من معنا نرتقي. مرحب بالمشاهدين ومرحب بكم أساتذتي الأجلاء ومرحب بقناة طيبة. نعم، الله يعافيك كثير. إن شاء الله حنمتلك مجموعة المهارات لنا وللمشاهدين من خلال فقرة اليوم. مرحب. طيب نبدأ المدخل الأول للحلقة وللفقرة، نقول مندوب، ما المقصود بكلمة مندوب؟ أولا قبل ما نقول ما هو المقصود بكلمة مندوب، أي مؤسسة اقتصادية يجب أن يكون عندها مناديب مبيعات. مهما تطور التكنولوجيا وكان هنالك تسويق إلكتروني، يجب أن يكون هنالك شخص يسمى مندوب مبيعات، ومندوب المبيعات هذا هو عبارة عن ممثل للشركة أو المؤسسة اللي بيعمل فيها. تمام. أهمية الموضوع يا أستاذ نزار، نعم، يعني هل بهم ناس معينين متخصصين في المجال وعندهم تجربة، ولا الشخص الآن بتابعنا وهو ما عنده علاقة بمناديب مثلا ولا شغال في شركة ولا، لكن لو داري بيع تليفون أسوي كيف مثلا؟ عندنا البيع والشراء في حياتنا موجود يعني. نعم. عندك عربية عايز تبدلها، مفروض تكون برضو عندك المهارات اللي ممكن. نعم. وتبعد من السماسر. نعم. نعم. عشان المسألة يكون عندها فايدة يعني. نعم. هل مقصود به شخص متخصص ولا لكل الناس ممكن يكتسبوا المهارات دي؟ هي أنا بقول مندوب المبيعات هي وظيفة زي وزي أي وظيفة أخرى، مفترض يكون فيها بعض المهارات وبعض الشروط، لأن وظيفة الآن السمسار هو مندوب مبيعات، ممكن يكون طبيب هو مندوب مبيعات لشركة طبية، مهندس هو مندوب مبيعات لشركة هندسية، فهي وظيفة في حد ذاتها في حد نفسها. مندوب المبيعات أنا كنت قلت هو ممثل للشركة أو المنتج اللي هو ببيعه، أعني بذلك أنه مفترض يكون بقدر التمثيل ده، يعني بقدر التمثيل في مهاراته المهنية الوظيفية وفي مهارات شخصية. كويس، أنا عندي مهارتين يعني. فالمهارات الوظيفية المهنية البيعية، أول حاجة مفترض يكون عنده خلفيات تامة عن المؤسسة اللي بيعمل فيها. نعم. تاريخ الإنشاء بتاعها، بتنتج شنو بالضبط، منتجاتها قدر يعني عندها كم منتج، عندها كم خدمة. كويس. المنتج ذاته يكون عنده ثقافة وخلفية تامة عن المنتج اللي هو ببيعه، لأنه فاقد الشيء شنو لا يعطيه. ومن وظائف مندوب المبيعات اللي هو الترويج للمؤسسة والترويج للمنتج أو الخدمة اللي هو ببيعه، وكيف أنا أروج لمنتج أو خدمة ببيعه وأنا يكون ما عندي عنها خلفية. فيجب أول حاجة أنا أكون عندي خلفية عن المنتج، يجب أن أول حاجة أكون ملم باحتياجات ورغبات المجتمع اللي أنا ببيع له، أو رغبات وحاجات شنو العميل اللي أنا ببيع له. وفي فرق بين الرغبة وشنو والحاجة. الحاجة هي حاجة أساسية، يعني مثلا أنا لو ببيع في 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 أقمصة مثلا، كل الشباب عايزين يلبس شنو أقمصة، لكن أنا أتعرف على كل عميل عندي أنه عايز بالضبط كده، مثلا لو ضربنا مثال كم طويل ولا نص كم، عايزه بياته لون، عايز قميص قطني ولا عايز، هنا بتكمن شنو خام، هنا بتكمن شنو الرغبة، عايزه بياته سعر كويس، عايزه 200 وعايز كم. عدد من المهارات، المظهر، يعني أنت قبل ما تفتح خشمك أو قبل ما تتكلم يجب أنك أنت الانطباع الأولي كويس، الانطباع الأولي أنك تدخل في قلوب الناس، بتدخل بأول حاجة مظهرك جميل وأناختك، وهو طبعا ما عندنا زول شين يا جماعة، يعني ما في ربنا سبحانه وتعالى زول مهتم بنفسه كثير وعنده يعني اهتمام أكثر بالزي، أول ما يقع على عين الشخص. نعم. طبعا ماذا ترتدي أو بتلبس شنو. نعم. بعد حتيم الانتقال لماذا لديك عندك حاجة. نعم. طيب نعم. هل وظيفة مندوب المبيعات بتحتاج إلى تخصص أكاديمي ودرجة علمية، ولا ممكن الناس اللي عندهم رغبات عالية في التعلم والاكتساب يعني يلجوا هذا المجال؟ هو يا أستاذ أبو بكر بيقولوا أنه مندوب المبيعات كحد أدنى يجب أن يكون عنده دبلومة ولو سنتين أو ثلاثة سنوات في مجال إدارة الأعمال أو التسويق أو التجارة. نعم. وكذلك ممكن يكون عنده بكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التسويق، لكن حسب سلمنا التعليمي يعني ممكن كان يكون زول عنده شهادة سودانية، وممكن لو هو توفرت فيه
مهارات معينة ممكن يبقى شنو يصبح مندوب مبيعات، لكن استراتيجيا ما بكون عنده ترقي أنه هو ممكن يكون من مدير لمبيعات أو مدير لتسويق. ما لم نعم ما لم يعني يكون هو مثلا خريج شنو جامعي. يعني ما ممكن تكون تقف حجر عثرة من أنك تقبل على أنك تكون مندوب مبيعات شاطر وناجح. لا، لكن ممكن تقيف حجر عثرة في أنك أنت تترقى في وظيفتك. ممكن يعني ما ممكن أنا أجيب لي مدير مبيعات أو مدير تسويق وهو يكون مخريج، لكن ممكن أنا يكون مندوب مبيعات، ممكن يكون شهادة ثانية أو دبلومة أو بكالوريوس. طيب طيب نعم. ما في شخص ما شاء الله لبق في الكلام وصوته جميل نعم. ومقنع مقنع نعم. في طرحه نعم. ويقدر يعني يقنعك بأي حاجة يعني نعم. ويسوق بطريقة. والمسألة دي لها علاقة بالأكاديميات، ممكن شخص يكون ما يعني درس لحد شهادة ثانية وخلاص، لكن عركته التجارب خلال مقابلة العملاء وكده. جدا يا أستاذ، سؤال وجيه. لكن أنا إذا مثلا صاحب شركة محتاج لي لخمسة مناديب مبيعات، جوني ممكن يجوني جوني 50 نفر، 50 فيهم خمسة ثانوي وفيهم خمسة ماجستير وفيهم الباقي كله شنو بكالوريوس. فانا هو سوق المورد البشري ذاته في وفره في المورد البشري في الخريجين في وفره. يعني انا ممكن يكون عندي خريج، انا يعني امشي خريج عنده مهارات وامشي اختار زول شهاده ثانيه وشنو وما عنده مهارات. يعني هي دي ذاتها بتاثر في الاختيار. اكيد طبعا نعم. طيب المهارات يا ابو بكر اللي بيكتسبها المندوب نعم. ممكن شخص عادي الان بيتابعني في البيت نعم. ممكن يكتسب هذه المهارات وممكن من خلال تجاربنا في الحياه. يعني انا عايز ابيع اي حاجه نعم. بنحتاج مرات تبدل، بنحتاج المعاملات مع السوق بصوره عامه. يعني هو اكتساب هذه المهارات نعم. هو الان في ناس في السوق ما قروا جامعات، الان في ناس في السوق ما درسوا كورسات بتاعت بيع او مندوب مبيعات، لكن وضعهم المالي والتجاري ناجحين جدا. لكن في نقطه مهمه جدا اللي هي الزول الخريج المتعلم. نحن كمان برضو التعليم بنديه حقه. يعني الان لو مشينا عملنا بحث بنلقى انه الناس الزول الان مدير شركه مثلا هو متعلم، بيختلف المتعلم مندوب مبيعات متعلم، او زول فاتح له متجر متعلم يختلف من الانسان الما متعلم. من اراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن اراد الاخره حتى في تعاملاته في حاجاته نعم. بتلقاه نعم. طيب نحن نواصل مع نزار ومع كل المشاهدين الاعزاء اللي عندهم رغبه في التواصل الصباحي عبر انفاسه ورد اي سؤال او حتى استفسار او رغبه في اكتساب شيء جديد يتعلق بالمندوب الناجح او مندوب المبيعات الناجح. ارقام التواصل بمشيئه الله تاتي تباعا 0183 43 87 99 او 0183 40 77 77. في انتظار كل الناس اللي عندهم رغبه في التواصل عبر هذه الفقره. طيب دورتك بعنوان مندوب المبيعات الناجح، طيب هل هذا يعني انه في مندوب غير ناجح؟ نعم. يعني زي ما نحن قبل قلنا في المصهر انه ما في ذول شين، ربنا قال إن خلقنا الانسان في احسن التقويم كلنا ولقد كرمنا بني ادم. نعم. بعد ذاك الانسان هو بيبقي نفسه شين ولا قبيح عبر تعامله عبر شكله عبر اناخته نعم. الاهتمام بعد نعم الاهتمام. كذلك برضو ممكن اي ذول يلج مجال مناديب المبيعات يبقى مندوب مبيعات، لكن هنالك مندوب مبيعات فاشل وهنالك مندوب مبيعات ناجح، هنالك مندوب مبيعات فاعل وكفء وهنالك غير ذلك. مندوب المبيعات الناجح هو من يحقق الأهداف البيعية وبكفاءة، بكفاءة وفاعلية. وأنا كنت أقول بكفاءة وفاعلية أعني بذلك أنا مثلا مدير تسويق ومبيعات في شركة عندي مندوب مبيعات، قلت له أمشي أنت الليلة مطلوب منك تبيع لي 50 كرتونة مثلا بسكويت، فباع لي 40 ناجح، باع لي 45 فاعل، باع 10 كيف؟ باع 10 ما فاعل ما حقق لي شنو أهداف. طيب نحن نستول المكالمة إن شاء الله نجي للأهداف الممكن تتحقق عن طريق تلقي معلومات ومهارات جديدة. مرحب بك يا ريح من جنوب كردفان. مرحب بكم. حبابك الريح، صوتك شوية كان فيه إمكانية يكون أعلى. مرحب. جميل جدا، مرحب بكم ومرحب بأهل الطيبة ومرحب ببرنامجكم اللذيذ. الله يجزيك خير كثير، تفضل. والله النجاح بتاع المناديب بيرتكز دائما على النجاح بتاع المدير ذاته، حد ذاته مدير الشركة. نعم، المدير. يعني مدير الشركة
في حد ذاته مفترض يستخدم الاسلوب بتاع مكسب مكسب. نعم. يعني انت تكسب وانا نكسب ولا والزبون ده يكسب. نعم. وفي نفس اللحظه المشتري من يجي يكسب. كده عن كده المبيعات يكون الانتاج بتاعه كويس، يكون المبيعات كويسه. نعم. يكون التدريب. نعم. برضه التدريب برضه ايضا كذلك، دي اهم حاجه، يدرب المندوبين ولازم يطور من كفاءاتهم. طيب. تمام. شكرا جزيلا للإضافة اللي حيعلق عليها أيضا أستاذ نزار. شكرا يا ريح من كادوغلي على الإضافة اللي أكيد إن شاء الله حنجد لها إضافة أكثر وأكثر من أستاذ نزار. كمان من حي الريح ومشارك دائما فقرات كأس الورد أكيد. تعليق على كلام تعليق بلا شك أنه مدير المؤسسة أو الشركة عنده أثر في نجاح مندوب المبيعات، وكذلك برضو أضيف لكلام أخونا الريح وأستاذنا الريح أنه مدير المبيعات والتسويق، مدير الإدارة في المؤسسة أو المصنع أو الشركة عنده علاقة بنجاح. ليه؟ لأنه مندوب المبيعات كثير جدا ما بيتخذ شنو القرارات، هو بيشارك في اتخاذ شنو القرارات، لكن اللي بيتخذ القرارات التسعيرية والقرارات المصيرية للبيع ولسياسات التسعير والتعامل مع العملاء هو بيكون شنو، هو مدير الإدارة بتاعت المبيعات والتسويق، وهو شنو المدير العام. فمندوب المبيعات هو يشارك فقط في اتخاذ شنو القرارات، واذا كان المدير ناجح هنالك مندوب شنو حينعكس عليه. طيب. طيب. عليه نستغل ان شاء الله مكالمة ونواصل ان شاء الله. نعم. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك، صباح الخير عليكم على برنامجكم فتح الورد. الله يعافيك ويبارك فيك اخوتنا اقبال. ايوه تسلم يا ابو بكر، بحييك وبحيي محمد وبحيي الاستاذ نزار. الله يبارك فيك. الله يبارك. والله عندي مداخله وعندي سؤال للاستاذ. طيب. يعني مداخلتي، انا زوله ربت منزل لكن بجيب البضاعة يعني والحاجات التجميل للنساء وكده. تجربه يعني. ببيع الحمد لله البضاعة والحاجات، لكن يعني الحمد لله مستفيدة منها، بقوط ربح ما كثير يعني حاجة بسيطة، لكن بجرب يعني وبشكل كل مرة من الحاجات بنوع، لكن الحمد لله يعني. والسؤال للأستاذ، إذا الزول يعني مثلا عمل لي برضو مشروع ثاني وما فشل فيه أول، يجيب ثاني ولا خلاص يعني كده يجيب؟ تمام. سؤال جميل يا إقبال، إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الإجابة. الله يجزاك خير كثير. طيب الريح خلاص انتهينا منه ولا عنده باقي له نقطة؟ ممكن الريح ذكر محور مهم جدا وهو مرتكز العمل الخاص بالمبيعات. نعم. يعني دائما دعوة المدير لتدريب الموظفين أو نعم المعاوة. نعم نعم. التدريب والتطوير مهم جدا، يعني أي مؤسسة أي شركة ما بتدرب مناديب المبيعات هي بيفكروا أنه بعض المدراء أنه لو درب مناديب المبيعات يعني الصرف بيعتبره شنو هو خسارة، لكن نحن بنقول هو عبارة عن صرف، هو عائد لك من أو خلال ربح عائد من خلال نعم نعم انت كل ما صرفته هو ما خسارة، هو صرف بيعود لك عبارة عن شنو، عبارة عن أرباح في مهارات مندوب المبيعات وفي تعامله مع العميل وفي زيادة للمبيعات. نعم ممكن. طيب اخذنا اقبال، دي النقطه اللي كان حبينا نتكلم عنها، بحيث انه المتابع الان والمشاهد الان يكتسب مهاره انه يسوق لحاجاته. بنسمع انه مثلا في مشاريع صغيره لاخواتنا ولبعض الناس اللي بيهتموا بالبيع والشراء في البيت. نعم. هي عندها تجربه. نعم. انا طبعا كان عندي سؤال لكن ناخره بعد سؤال اقبال. الاكثر نجاحا وتفاعلا فيما يتعلق بالبيع يعني وشطاره هو العنصر النسائي ولا الرجال فيما يتعلق بالبيع او مناديب البيع، ولا ما في احصائيه زي دي مثلا؟ كويس اجاوب عليه. اول اقبال طبعا. طيب اخوتنا استاذ اقبال، اول حاجه نحن بنحييك اخوتنا اقبال، كونك انك شغاله من داخل البيت، نحن عايزين انتاج يا جماعه، نحن عايزين انه الزول اللي ربنا سخره ويمشي يشتغل برا ينتج، والقاعد في بيته ينتج. حتى في احصائيه بتقول اخواتنا السعوديات يعني بنسبة 65% الآن هنا عايزات تشتغلن أو انتجن من داخل شنو بيوت. فمرات أنه الوحدة تتزوج بتمر عليها لحظات أسرية وكده بتخليها ما تمشي تشتغل برا في المؤسسات، لكن ده ما بيمنع أنه يقيف الإنتاج من داخل شنو البيوت. وكلام الأستاذ إقبال بيقودني لنقطة مهمة جدا جدا اللي هو الاتجاه نحو تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة. نحن الآن كلنا أي واحد فينا يتخرج أو
درس أو ما درس بيفكر في وظيفة وأن أنا أكون لابس ورابط كرافتة وغيره ونظيف وظريف. فالإنتاج وتطور البلد وتطور الإنسان ورفاهيته ما بيجي ما لما الإنسان يلبس أبرول ويكون يعني متسخ أحيانا ما لأنه في ورشة سواء كان في البيت أو في مصنع أو في كده. فأنا عايز أقول هي سؤالة أنه لو بدت منتج وخسر هي تواصل فيه ولا تبدأ مشروع آخر؟ أول حاجة تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة يا أستاذة إقبال عنده شروط يعني، ومناديب المبيعات أو التسويق عموما عنده شروط، اللي هو أنك أنت بتعمل على شنو. أول شيء بتعرف المجتمع اللي أنت عايز تبيع فيه، أنت عايز تبيع لمن أول، طبيعته شنو؟ صحيح. طيب طبيعته شنو؟ هو عايز شنو؟ عايز عصير، عايز عصير بياته نكهة وبياته لون وبياته فهم وبياته طعم. كويس، التفاصيل. وانا بعمل على الحاجه دي وبجي شنو؟ نحن شغالين بيع الان، لكن نحن مفترض نكون شغالين تسويق، سواء كان مناديب المبيعات او اصحاب المشاريع الصغيره. اخذنا اقبال، نحن بنعرف المجتمع عايز شنو، بنيجي ننتج له. ما انا بنتج حاجه او اشتري سلعه وبعد ذاك اجي ابيعها، لا، انا بعرف اول شيء السوق عايز شنو، بجي انا انتج له او اشتري له على اساس انه الحاجه بتحتي شنو. بعنوان سياسه دخول السوق، يعني تدخل السوق وتشوف الحاصل وتجي على هو بحث السوق، بحث بنسميه علميا ببحوث التسويق. طيب خلينا نقف عند النقطه دي ونواصل فيها المزاج. مرات انا يعني بقول الله لو جبت كبابي بحته بتكون كويسه، مع انه السوق ما يكون مغرق بالكباب يعني. نعم. المزاجيه في اختيار الاشياء. نعم. ناخذ تليفون ونرجع نتواصل. نعم. من خلال مصطفى. مرحبا مصطفى. السلام عليكم. معكم سوق مصطفى. مرحبا بك مصطفى، الله يديك العافيه. ربنا قال تعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين الى اخر الايه. صحيح. عملنا شنو نحن؟ نعمل بان نعبد الله سبحانه وتعالى ونتقرب اليه ونفشي، ولا ندعو للإسلام ونتمنى النعم لكل إنسان على هذه الكون معي؟ نعم نعم معك مصطفى. يلا نتمنى النعمة لكل إنسان ونتكاتب، وقال تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يلا زوال النعمة الإنسان ما يتمناه أو الحسد، لنمنع ظلمة ده ونعمل من أجل ربنا سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم نزل السنة ونبث في المجتمع التعاون والتكاتف، ونعمل على تنمية عقولنا بشنو؟ بالتنمية. صحيح. النماور ندخل الإسلام للناس الغير، حتى لو كان كافر كفار حسد من عند أنفسهم ندخله في الإسلام أو نتمنى ليون، وهذا أضعف الإيمان. صحيح. طيب مصطفى شكرا لك اتصالك وشكرا لك كلامك الطيب، واكيد من خلال فقره معنا نرتقي ده تعاون كبير جدا في انه نعم. نحن نملك الناس مهارات في العديد من الجوانب، واكيد انفاس الورد حاضر معكم كل صباح ومن خلال الفقرات اللي بتزدان بمتابعتكم ومشاهدتكم والاراء والمقترحات اللي ممكن تجينا على الهواء مباشره. ده من باب تمليك المهارات والتعاون اللي ذكرته اختنا مصطفى. نعم. وحديث طيب من خلال يعني يا ريت دعوه ودعوات صادقه في انه الناس يعني تبدا يعني اليوم تبدا اليوم من الصباح بالعمل وبالاجتهاد. حتى في ابن خلدون حتى الرزق لا يتحصل عليه الا عن طريق العمل والسعي والحركه والكد المستمر. الكد كويس. نرجع لنزار فيما يتعلق بالكبابي او المزاجيه. المزاجيه في اختيار الشخص اللي حاب يعمل مشروع. استاذنا البيزنس ما فيه مزاجيه. انا قد اتعامل مع عميل ممكن ما عندي له احساس او سنسيتيف، او ممكن قد اكرهه عديل، لكن انا لازم احبه من باب البيزنس، احبه لانه انا مصلحتي شنو معه. كويس. البيزنس محتاج من مهارات مندوب المبيعات، انه اول حاجه يعني الثقه في شنو، في النفس، على اساس انك تقدر تخترق المجتمع، ولانه المجتمع ذاته عباره عن عملاء متفاوتين، يعني عندهم انواع، يعني ممكن تلقى زول صفاته جميله جدا عسل، وممكن تلقى زول العكس تماما بصل زي ما بيقولوا، او خل الخل يعني هسه الناس بيستخدموه برضو لحاجات جميله. على العموم هي الاثنين شنو، زي ما العسل والبصل والخل هي نعم، كذلك انواع البشر هم كلهم ناس ربنا خلقهم في احسن تقويم، لكن انت لازم تتعرف على نفسياتهم، ويجب أنه مندوب المبيعات يكون عنده خلفية عن علم النفس، لأنه لازم يتعرف على سلوك المستهلك والعملاء برضو شنو
كذلك أنواع لازم يتعرف عليهم، وعندهم كذلك برضو اعتراضات. أنت لازم تتعرف على شنو اعتراضات العملاء وتعمل على تحويل هذه الاعتراضات إلى شنو، يعني تصنع من الفسيخ شرفات. يعني زول يقول لك سعركم غالي، سعركم عالي، منتجكم ما جيد، يغارنك بالمنافسين الثانيين الآخرين كويس كثير. شنو بتلقى ممكن عميل يتحدث معك وما عايز يشتري، حتى اللي ما بيشتري ده هو عميل قد يكون مرتقب وليس عميل شنو. برضو نحن نفرق، أنا كمندوب مبيعات هنالك عميل شنو. إذا نجحت في أنك تقنعه بال بال بالسلع الموجودة وحتى بيعرضك للسلع اللي عندك في المعرض. نعم نعم، وتديه خليه يرتاح لك، يعني خلي عندك مفتاح شنو، مفتاح القلوب. وأي زول عنده شنو مفتاح معين لأي عميل عنده مفتاح معين لشنو تعرفه. نعم، وده قلنا الحديث عن حسن التعامل وفن التعامل مع الآخرين. بلا شك مندوب المبيعات الناجح هو من يخترق المجتمع، من يخترق قلوب وعقول شنو. احيانا في عميل انك بتخاطبه بعقله، في اخر بتخاطبه بقلبه، وفي اخر باحاسيسه وبعواطفه. فانك انت يجب انك تتعرف على شنو. كذلك اللباقه مهمه جدا في الحديث، وانا وكنت اقول لباقه او الحديث الطيب او حسن الحديث ما يعني انه الزول يتكلم لغه عربيه فصحى، لا لا، ولا يتكلم كلام دراب او كلام بسيط، لا. دائما الاناقه في كلمه مناسب كلبس، وكذلك الحديث المناسب الجيد هو في كلمة مناسب. كلمة مناسب دي بتجيني حسب المجتمع اللي أنا ماشي له. يعني لو مجتمع هو مثقف أنا كمندوب مبيعات لازم أبقى شنو مثقف كويس، ولو مجتمع هو وسطي ومجتمع بسيط أنا لازم شنو أتواضع وأبقى إنسان بسيط، لأني أنا رسول لشركة أو مندوب أو يعني لمؤسسة معينة. يجب أن المجتمع الماشي له ده تغلغل فيه عبر مفاتيح شنو معينة. فيما يتعلق بنجاح المشروعات أستاذ نزار، جزاك الله خير على المعلومات العلمية الرائعة. ذكر طارق السويدان في أمسية حضرناها معه في حضور الخرطوم قبل أسبوع، نعم، ذكر واحد من القواعد الأساسية نستفيد منها في حياتنا كلها خاصة في ريادة المشاريع، نعم، إنه لا يمكن أن نتنبأ بنجاح أي مشروع إلا بعد مرور 3 أعوام عليه. يعني السنة الأولى دار صب، السنة الثانية مثابرة، السنة الثالثة دوبت في مرحلة التثبيت والتأسيس، الرابع ممكن تجني ثمار هذا المشروع. نمشي لآفة استعجال النتائج فيما يتعلق بريادتنا لأي مشروع في حياتنا. جدا ما في مشكلة، أنا بقترح أنه أكون هنالك حلقة يعني غادتنا أستاذة سيامني اللي تحدثت عن إقبال غادتنا، أنه ممكن نقترح يكون هنالك حلقة تخص تأسيس وإدارة المشاريع الصغيرة، يعني نجيها عبر محاور معينة، نعم، من التأسيس لغاية حتى النهاية وحتى الأرباح يعني إن شاء الله. إن شاء الله. وممكن نواصل في مندوب المبيعات. طيب. نعم. نمشي الصفات والمواصفات الخاصة بالعنصر النسائي أم الرجال؟ نعم، سؤالك الكبير. طبعا ده سؤال يعني حساس شديد. يعني أستاذ بكر داري خدتني في شنو؟ وخلاص ما تجاوب بس. جدا. طبعا في فروقات بين المرأة والراجل، يعني عشان ما يجي زول يقول لي أنت كيف ليس ذكرك الأنثى، لكن في حاجات يعني كبشر الناس بتتفق فيها في بعض، يعني هي مهارات أينما وجدت في مرأة أو رجل، في ذكر أو أنثى، فهي مهارات. مندوب المبيعات هي مهارات، مندوب المبيعات هي ثقة في النفس، متى ما توفرت في رجل أو مرأة هو مندوب مبيعات ناجح. مندوب المبيعات هو يعني عنده اعتزاز، عنده إرادة بأنه الجولة الأولى لو ما باع أو لو خسر من قبل المنافسين اللي حواليه هو مندوب مبيعات ناجح، أينما توفرت في الذكر أو في شنو في الأنثى. يعني مندوب المبيعات يفترض أنه يكون عنده ثقافة عن الترويج، ثقافة عن الإعلانات، ثقافة عن المطبوعات، نوعية معليش الورق استلف منك ورقك. الورق ذاته، أنا مثلا كمندوب مبيعات ماشي عايز أعرض بلساني فقط المنتج بتاعي، ولا شايل معي لابتوب بعرضه عبر إعلان معين، ولا شايل معي ورق كويس. الورق ده ذاته طبيعته كيف، هل هو فول كلر، الورق 60 جرام، 50 جرام، 250 جرام، الورق A4 A3 كويس، A5 مسلفاً غير مسلفاً، هي ثقافة عن الإعلان
والترويج يجب مندوب المبيعات يكون شنو مثقف عنا أينما وجدت في ذكر أو أنثى. أستاذي أبو بكر فهي قدر طلع من طلعتها إضافت اللي حاجة مهمة أنا بتحرص بتحرص إني يدير الإجابة يعني. طبعا أخواتنا قد يقولوا مهارات في تسويق الأدوات المنزلية والملبوسات اللي ممكن تكون طيب. راجع كده في 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 الأحياء يعني. صحيح حنرجع ونتكلم عنه حنجيبك تاني بعد نستقبل العفاف ناخذ تليفون. مرحبا السلام عليكم. مرحبا السلام عليكم. السلام ورحمة. مرحبا بك الله يديك العافية. الله يسلمك. مرحبا بك يا عفاف من نيالة. مرحبا. يلا أنا متابعة كل البرامج. تفضلي. طيبة. نعم. يلا أنا ربة منزل وتاجرة في بعمل الأرياح. نعم تمام. يعني الإنسان ده مهما كان يعني ما يكون ضروري متعلم ولا ما متعلم. أنا ما كملت تعليمي لكن متوسطة في التجارة بس بالريحة والحناية كنت سبت لكن حاسي عملت قاعدة في البيت بعمل البخور بعمل الريحة وعنده أخوات يعني بيجيبني يعني واسطين في نسخة تامة تمام لدرجة أنه لو جابوا الملايات والتياب كمية جابوها أنا بقدر بصرفها وبديهم قروشهم على دور المليون. طيب وعيد أنا وعدتهم بأنه أنا بديك إذا اليوم كده بديك كده تمام أسمع هناك. طيب يا عفاف متعلم أو ما متعلم هاي انت بديتي بتين في المشروع اللي انت عملتيه ده؟ والله انا شغاله كم 20 سنه ما شاء الله اتجوزت الثلاثه من اول. طيب بديتي بشنو اول حاجه سنة. اول حاجه بديتي بها شنو يا عفاف؟ والله بديت بالفحم والحطب والدلكه ده بدايه. عملت المدققات في البيت بديت بالحطب والفحم في البيت يا سلام. بعد ذاك رجعت الدلكة عملت المدققات ببيع الروف في البيت جمعت قروشي بعد شوية جات الريحة حقت التعبية دي بقيت بشتغلها في الفتايل من الفتايل جات الباخات بعد طبعا. الباخات أنا وقفت ركشة بعد ذاك عملت لك محل مثلا في سوق من الأسواق ولا؟ لا لا بس شغالة في البيت في البيت شغالة في البيت لكن سمعتي مع الناس ما شاء الله يعني بمشي أي حتة أفافت دبلين الريحة مثلا مشي هاي رايق هاي الجمهوري أي حتة. طيب تعاملك كيف مع الناس يا عفاف؟ أنا بعامل والله تعاملي ما شاء الله مع الناس والناس في نسخة تامة الحمد لله يا سلام. يعني اللي ما عنده قروش بيتمشي واللي عنده قروش بيمشي برضو كمان أي اللي عنده قروش والما عنده قروش لا يلا اتعاملت مع الناس في ناس والله يعني ما شاء الله في ناس يعني بيشيلوا مني بمشي بيه قدام لكن لما شفت الشغلانة يعني بقت في أثناء بتعامل مع الناس البسخ فيهم صفة تامة ما شاء الله يشتغلوا معي شغل كويس. لا طبعا في بعض من الناس يعني هنا أسوه الحمد لله يعني حسي أنا بتاجر في البيت بجيب أرياح من الخريف من السوق بجيب الخامات أنا بشتغل براي. طيب في آخر سؤال يا عفاف في حالة إنه حصلت لك خسارة كيف بتقدر تتعاملي مع الحاجه دي اذا مثلا حصلت خساره في بضاعه معينه انت جبتيها؟ والله يعني بتتصرفي كيف يعني بتعيدي تاني من جديد ولا بتشوفي الخطا كان وين؟ والله الحمد لله رب العالمين من ما بديت انا ما بقول خسرت لانه انا اسرتي كبيره ومسافره الخرطوم وبمشي الخارب احلي وكده لكن ما حصلت لي يعني خساره اقول لك ناي لكن بنستعين بالصنابيك مثلا انا بجدع مثلا هنا بمليون هنا باثنين مليون هنا بثلاثه مليون نتصرف كده نشيل ونجي نخط البناء لكن ما حصل خسرت الحمد لله. تمام شكرا جزيلا يا عفاف وتجربه يعني حريه بالوقوف عندها وشكري لك اتصالك وحنعلق عليها كمان ونتكلم نعم. أكيد عن نعم. تجربة لها 20 سنة أستاذ نزار نعم. وهي بدأت بالأشياء البسيطة وبعد ذاك هي ما غيرت محل البيع البيت وما شاء الله تجربة حتى سمعت رأيي يعني أنه بحسن نعم. تعامله نعم. أول حاجة نحن بنحييها وبنأكد على نقطة مهمة
قد يكون فيها لبس، اللي هو نحن وقت قلنا من شروط مندوب المبيعات أنه يكون هو حد أدنى مثلا متعلم دبلوم أو بكالوريوس. نحن بنقصد بمناديب المبيعات العايزين يشتغلوا في المؤسسات أو المصانع أو الوظائف. أما أصحاب المشاريع الصغيرة يعني زي أخوتنا دي، فهي قد لا يشترط فيه شنو التعلم، لأنه كثير من رواد المشاريع الصغيرة هم غير شنو متعلمين وناجحين، معناها عندهم مهارات شنو عالية في التعامل مع العملاء ومعرفة احتياجات السوق يعني. نعم، بس المهارات المهارات المكتسبة بتفيدها في ناس تقدر تسوق لأشياء. الخبرة هي الحياة عبارة عن تعليم زائد خبرة، فممكن تكون هي ذاتيا علمت نفسها في البيت من خلال التجارب. الإنسان برضو 20 سنة خبرة. نعم، والعلم ذاته هو فيه عبارة عن تجارب مستمرة. نعم، في 20 سنة ما 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 فترة بسيطة يعني، ما سهلة. طيب ممكن بعدك تدرب يعني، هي عمر ناس التسويق كده. بلا شك. نعم بلا شك. اعتراض يعني الزبون على بعض انواع السلع يعني، ومقابلة مندوب المبيعات بأسلوب جميل وجيد وبإصغاء. أهمية فن الإصغاء لمندوب المبيعات في نجاح وظيفته ذاته كمندوب مفترض يكون عنده مجموعة من السمات والصفات. نعم، الإصغاء أول حاجة في فرق بين الإنصات والاستماع. يعني أنا ممكن الآن أكون مقبل منك كده وأستمع لك أنت كعميل أو كمستهلك، وممكن أنا أكون شايل تلفون وواتساب وأنا مستمع لك، لكن في فرق بين الاستماع والإنصات. يعني أنا وقت أجي أنصت لك أو أصغي لك، معناه أنا كليا شنو معك يعني أكون منتبه تجاهك، وبعد ذاك أنا أديك فرصة أنك أنت تفضفض عن حاجاتك وعن دواخلك كعميل كمستهلك. مرات أنا أدخل أسألك سؤال، يعني سؤال من باب شنو المتابعة، يعني زي أسي المذيع مرات بيسأل المشاهد وبيكون في نعم هاي أنا معك. التفاعل مهم جدا جدا، التفاعل مهم جدا. طيب نحن الموضوع كبير ما شاء الله وممتاز والتفاعل فيه جيد. وحندي وعد المشاهد حنواصل الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس الموضوع، مهارات المندوب الناجح. ما عندنا حجينا يا صدور ولا ما عندنا مانع. كلمة أخيرة إن شاء الله في خاتمة اللقاء. في خاتمة اللقاء أنه يا مندوب المبيعات، إذا كنت شغال في مؤسسة أو شركة أو أنك أنت صاحب مشروع صغير بتكون مندوب مبيعات لنفسك أو لمشروعك الصغير، يجب أنك أنت تتحلى ببعض الصفات وبعض شنو المهارات. نفسك أول حاجة، يعني لباختك، أناختك، حديثك، إصغائك لعميلك لزبونك، احترامك له، تحترم فيه إنسانيته، تكون كريم معه وتقدم له الموية الشاي البارد حسب. بعد ذاك تكون ملم بتفاصيل المنتج والخدمة اللي بتقدمها، وكذلك السلبيات والإيجابيات شنو بتاعت منتجك، وتكون عندك نفسك طويل وروحك طويلة للاحتراضات اللي بتواجهها. نحن الليلة هي ما هي مندوب مبيعات، هو قدم منتج أو خدمة بيواجه يعني قبول يعني، فيكون عندك صبر وجلد لتخطي الصعاب. لا. كذلك عدد من المهارات والصفات، يجب أنك أنت تكون مثقف في مجال الترويج والإعلانات، يجب أنك أنت تكون عندك معلومات كمندوب مبيعات عن المنافسين الحاليين لك في السوق والمرتقبين، كذلك يكون عندك معلومات عن الموردين والمواد الخام وأسعاره وتفاصيله، يكون عندك معلومات عن منافسين دخلوا السوق جديد. شكرا جدا لك أستاذ نزار أحمد مختار، أستاذ الجامعي على هذه المساحة. شكرا جزيلا كثير. شكرا لكم.